كما تعرف الجميع راه عشنا على الاعصاب ديالنا، وراه كما تعرف ان هذا الماتش ديال غانا كان خصنا نربحوا باش ندوزوا للماتش الثاني باش نهنيو باش ندوزوا للادوار الطلائعيه الاخرى، حيت شنو المطلب للجماهير ديالنا حنا هو اللي كان يجيبوه، ولكن مدرب غايه في الذكاء ديالو، ما دخل لعابه ما دخل لعابه ما عندهمش تجربه، دخل لعابه ما كاينينش ما عندهمش تجربه في كاس افريقيا، ولكن الحمد لله جابوا ثلاث نقاط. تتمنى لهم الخير الماتش الثاني ان شاء الله ويمشوا ايطا بوغ ايطا. لا دابا كما تعرف الجميع كاينه كورونا وش راه مشينا وتجينا الحوايج وداك الشيء باش، ولكن كاينه كورونا، ولكن الحمد لله دابا اللي كاين تما يقتل غرض. حنا المطلب ماشي الفرحه ديالي يجيبوا الكاس. التجربه تاع الدول الافريقيه. حنا دوزنا تجربه مشينا النهائي في تونس مشينا الربوع، ولكن بنا حنا دابا الربوح ان شاء الله نجيبوا الكاس باش المطلب للجماهير كل شيء يفرح في الشوارع وكل شيء. اللاعبين المنتخب ان شاء الله يسمعوا. اللاعب انا مطلب كمطلب وك شغوف ديال كره القدم ومشجع ديال اسود بغيناهم ان شاء الله يجيبوا هذا الكاس ويفرحوا هذه الجماهير. هذا هو المطلب ديالي، والله ييسر لهم دنيا واخره ان شاء الله.